بمجرد فرض حظر التجوال وبعد العديد من الشكاوى التي أوضحت تفاوت أسعار الدواء بين صيدلية وغيرها بسبب الراتشيت التي يصفها الطبيب للمريض من جهة وأخرى من ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، توجهنا لنقابة الصيادلة وبرفقة مفتشية دائرة الصحة في كربلاء لكشف ملابسات هذه المشاكل من موقع الحدث. موضوع تفاوت الأسعار احنا تجينا شكاوي كثيرة من قبل المواطنين، وبعضها جدا بسيط اللي هو صحيح، والبعض الآخر هو سوء فهم، لأنه مثل ما تعرف الوصفة من يراجع مريض عند طبيب باطنية أو طبيب كسور أي اختصاص، يكتب له مثلا العلاج لمدة شهر أو شهرين، يروح للصيدلية يقول له مثلا هذا العلاج يكلف مثلا 50,000 أو 60,000، يطلع للإعلام المواطن يقول أني لقيتها في مكان آخر ب10,000 دينار. منذ عام 2020 والمواطن ينتظر تطبيق أوامر بطباعة الوصفة الطبية لتسهيل شراء الدواء من أي صيدلية، لكن الحال لم يتغير باستخدام رموز علمية خاصة بين الطبيب وصاحب الصيدلية لبيع العلاج بغض النظر عن سعر الدواء الذي يختلف سعره بمجرد شرائه من منطقة أخرى، مما يثقل معاناتهم بالوقت الذي يمرون بظروف اقتصادية وصحية مرعبة. جيت الدكتور عالج عندي وصفة مال والدتي، كتب لنا دواء بها علاج، أخذته من الصيدلية اللي بصفة، هو قال لي جيبه من الصيدلية اللي باب المجمع اللي بصفة إلا من هاي الصيدلية. المهم رحت للصيدلية بدي أجيب العلاج، صار حساب العلاج 18,000. أنا ما رحت جبته من هاي الصيدلية، شفته غالي رحت جبته من صيدلية ثانية ب8,000. طبت لي الدكتور ما قبل يوقع عليه أو ما قبل يأشر له عليه إلا من الصيدلية اللي بصفة. يعني أول شيء عالمي عند المواطن هي ارتفاع أسعار العلاج بصورة عامة، يعني أي دكتور تروح يمه يكتب لك راتشيته، كل صيدلية تلقى ما تسعر هاي من تيمة عندها. طالب الكربلائيون المفتشية في صحة كربلاء متابعة عملها في مراقبة بيع الأدوية الطبية والمستلزمات ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالأسعار التي من شأنها التسبب بأزمة كسابقتها في المحافظة، مما يستدعي تدخل الأمن الاقتصادي لمتابعة الموقف. طبعا عملنا هو مراقبة سير العمل في هذه المؤسسات حتى ما نحمل نثقل على المواطن، مراقبة الأسعار، مراقبة الأدوية والمواد التي تدخل بصورة نظامية. بالنسبة للأدوية يكون عملها خاص صباحا ومساء، كذلك المستلزمات الطبية. شفرات خاصة بين الطبيب وصاحب الصيدلية لبيع مستلزماتهم الطبية المتفاوتة بين أسعارها من منطقة إلى أخرى، والتي تثقل كاهل المواطن في شرائها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.